ñaabe mool men na bunda de bedum kam ñunu mo le di men yalom e tolel ji da jam bundum ma san serin ñolto e fanal na da furke do ñolu e ni men da zakara mo re jam ke ki re fada ay ba fole ala baraka ila raisa be ñado mem mo khadija kandeti ana mo ñol mu mo be ba fole ala bismillah allah so kono ala baraka ba ke armale nal jo armale allah ko ci kandi e ko nyaama ngal yal mo ñol la ko ci kandi nyaame ala wale sutro min nal la ko tu ala baraka ba ke idan jazakum allah khairan ko be min tabira de green green wala mo di be ala ko graduate ta lasia فنشكركم على ذلك ونقول لكم نرحبكم مرة أخرى ñul fara mum mold min ya longo yi mo ñul ma fay baake le yi ma koy ku jamal la bi jol le da sa mo de ya tabi mo le min ya longo jol di tale la sia halisa meda makala no du mi an ko makala bi min bulu yon alfaba do fana na do no jeu cheikh omar keba danso ba fana mo jang karandir lal di coming a lo ñame fana ma be tale dirin juna كما فلم يسيرن كما شيخ عمر كي بعد سو ان شاء الله الفا فنان جلاله من يالون كوي كاموي قالا كون دول لامون ودا ساي هني ساي مدا طالبو لا من يالون كو يي مكالل سفي ساي مدا طالبو من دولم سليمان سيني جامي سليمان سيني جامي طالبو لو من يالون قالا كومم كوليا ادي مو بغا نيو سبا كورا واتو واتي اكتر يامو كومال سو سليمان طالبو دي من يالون كو ما شاء الله defal din din kende walu wadi suleyman ya dafal mashkuran bon bundu nagi bidaw ay bundu bundu suleyman yamba bismillahir rahmanir rahim qabla an aludd al maran ahmad fatir al alam الذي فضل بني آدم على كثير من الأنام وهداهم باتباع دين الإسلام ثم الصلاة والسلام على الذي سقى القومين بالسعد ودعا مبصرا ونذيرا كل مبتعد أصلي عليه دوما وأحفاظا على المختار صلوا يا أنام فمن صلى عليه له ثواب صلى الله عليه وسلم وبعد فيا جماعة الدماعي يا صرب الخليل لكم مني تحية من جلجلال القلب إلى الأصحاب الهجري تحية قد سدت من العرف تفوه رائحة يا منجوج ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تخليدا وأخدوصا لأساتذتي الذين عوم لهم نجم الهود لفضلهم وكرمهم وتعجب لهم الليل والقمر منهم زعابة القوم الذي ترجع إليه الأمور صاحب الأمر والنهي في هذا المعهد العريض فضيلة الشيخ مدير جنرال النداء حفظه الله ورعاه لكل معهد مدير يديره ولكن مديرنا مدير المعاهد حكمت بأدل يا مدير المبجل مدير يا قريب المعاهد حكمت بأدل يا مدير المبجل مدير يا جيري قريب المعاهد قضى نائبه المبجل السمحمه أستاذ سمون وجوارا الذي أبرم حياته بتدريس حتى عمره أبو المدرس سمند وجوار عيا شيخ الشيوخ فقيه الناس في الأمم أنت الشيوخ فقيه الناس في الأمم شيخ الشيوخ فقيه الناس في الأمم أنت الفقيه عبد الطلاب قاتبة أنت الجليل رفيع القدر ذو القمم أتال الله أمرك يا أستاذنا الكريم واذكر في الكتاب أستاذ عبد الله السيسي إنه كان صادق الوعد وكان أستاذا كريما وكان يعبر الطلاب بحسن العدد وكان عند ربه مرضيا وكان أستاذ قرآن صادق القرآن أستاذ فريساني
له صوت جليل فلا نليم إذا قرأ القرآن، وبليغ إذا تكلم، وحكيم إذا نصح، وفصاحته آية تتلى بدقتها، وأستاذ بارو الليون والصراوه ديدنه، والبصاصة دبلته، بارك الله وبارك الله وبارك فيك وبارك لك وبارك عليك. ولن أغلب أستاذ فاخر عزيزي الذي يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعدة الحسنة، وما هو عديم العريب أستاذ إبراهيم الدنفا. ولن أغلب أستاذ فاخر عزيزي الذي يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعدة الحسنة، وأستاذ بنان الجنبي وأستاذ بنان الجنبي الموحد المتمسك إلى ربه فهو بتقواه يخاف عنه السياتين والجان تخيل ونخيل، فهو بتقواه يخاف عنه السياتين والجان تخيل وتخيل ورقيل. وأستاذ بنان الدنبي الأستاذ بنان الدنبي والعدل بأستاذ فاكيب عزيزي الذي يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعدة الحسنة. وأستاذ بنان الدنبي الذي عبر أستاذ بنان الدنبي وأستاذ بنان الدنبي وأستاذ عبد الله عزيزي إنه كان صادق الوعد وكان أستاذا خريما وكان يعمر الطلاب بحسن العدد وكان عند ربه مرضيا. وقضى أستاذ القرآن صادم القرآن أستاذ فوليساني له صوت جليل القلام دليل إذا قرأ القرآن، وبليغ إذا تكلم، وحكيم إذا نصح، وفصاحته آية تتلى بدقتها. وأستاذ بر الليونة والصراوة ديدنه، والبصاصة جبلته، بارك الله وبارك فيك وبارك لك وبارك عليك. ولن أذهب بأستاذ فاخر وعزيزي الذي يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموئدة الحسنة. وأستاذ بنان الدنبي الموحد المتنسق إلى ربه فهو بتقواه يخاف عنه السياتين والجان تخير ونقير، وما هو عديب العريب فصيح اللسان أستاذ إبراهيم الدنفا حفظه الله ورعاه. وقد النحوي أستاذ فوليسيسي هو الذي يتكلم باللغة عن طريق سليقي لا يتتعتع ولا يتتمتم ولا يتنقع في الكلام. أساتذتي أنتم كلكم أصحاب الكرام المحاتم، غير أنكم في الخلق لا نذير لكم في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تكبير سقف على سليمان من المول دي براك أنا سألون فنجنا لي أمو أسكين ودون ودون جزاك الله خيرا سليمان أبدا رباك كو نمين فو كرام لي جلو سيجان فنسو جالا كرام تولي ممين بير جام ولي سيجان سليمان أبارك باك إن شاء الله هني سايين غطا مراتا قوم من أول جبريل عثمان دابو جبريل فنسينا جبريل عثمان دابو بدون جبريل بما بي داو دانين isene ñu ñu wër inshallah jibril fa da fadal jibril usman dabo e atemuna ko ko piram koleti e kali alo ñamen e katala bare mate di karo bela alquran wala karola alin karam wala karol ñi mbirabe sal sayda di atel seconda bu ndum ma san jam adu mbirabe di la fana imtiaz wala bon ma karam da ko lal bebe ma be ri janne afama be janna ba ma be jang الحمد لله قالين نندلا تاي بولم مي يالم بيرا سامبنا جان اي اكرف كوندي موما جان و ربي ني موبي جيلا ني امتيازو نصافو كو ندفنا بن سيو بنه اوتو جبريل لاولو لالي على بركه باكي على بركه على ما جبريل انا نيو نيو بي على مستو نورانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وضحضح واهتدى قلب وانشرح وما هام فينا سرور وفرح، ثم الصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم سيد ولد آدم باتفاق
وخير خلق الله على الإطلاق، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، الرحمة المهتاد والنعمة المستاد. وبعد، فأسلم عليكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حزن لا أطيق إنذاره، العين قد ترقرقت وغرورقت حزنا عن فراق أساتذتي. الفراق ما لما الفراق، لقد أصبحت الآن طالبا بلا توصيف، لم يبق لي معهد أنتمي إليه، لم يبق لي معهد أفتخر به، ولا أستاذ أميل إليه، ولا صديق حميم، ولا قرين أتقرب إليه. لقد أمررت عيشي وهدمت ركني يا فراق، لا أسقط واهدنا إلى سواء الصراط. ولكن ومهما فرقتنا يا فراق، فالأرواح مختلفة إلى الأبد، ولن أذهل عن أساتذتي لأنهم سددوني وقوموني حتى تعجب مني القور والأكم، وصرت غرة الناس ومنجليا كنار على قلة الجبال، في السماء جبريل وفي الأرض جبريل، وأنا جبريل الأرض بلا فخر. سبحان ربي، هل كنت إلا قارئا منصورا، أفمن مقالتي تتعجبون وتسمعون وتستمعون، فاشكروا أساتذتي وقدروا. وهنا مغبة مقالتي، أخوكم في الله جبريل الأمام. تكبير بيرانغول بيري كالسيدي عند جبريل الله كان يكون مولي ميا لونكو مولي عربو ميلا يمينفو أساهياتا أبي سفوكا على أستاذ اللي كاتون جومين كاي بارين دول فنان بي سفوكا على ما بنيا من سودياتو أنينا دول كتون من سودياتو بروكا ويتان دالا. شكرا لك يا جبريل، بارك الله فيك. الآن ندعو الطالب صاحب المقالة بافودي على من توري بافودي على من توري باتلكم الأنفان توري كنا دي نولم باتلكم الدلا مولم مي ألوك الحمد لله فنمي تعلم سوبي بال لكونا جام مولم مي فني ألوك أبنتي فان فننا كرفولو كارونا لولو لارك ديام لي واتي واتي على كولا para la pure un domorol. Bismillahirrahmanirrahim. Barbun golle ba fode na da podi amodo. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ma anama wa lahu ash-shukru ala ma asda. Wassalatu wassalamu ala an-nabiy al-karim وعلى جميع رسله وأنبيائه الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحفل الكريم، بدءا من حضرة مدير المعهد فضيلة الشيخ جيرالاند ندابو ونائبه وجميع المدرسين والآباء والأمهات وزملاء الطلبة، أسلم عليكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني وفي هذا الموقف موقف السرور والبهجة، إني وفي هذا الموقف موقف السرور والبهجة، وشكر نعمة الله تعالى علينا إذ من علينا بنعمة التخرج، وفي أمثل المعاهد معهد بن ماسان الإسلام. إن هذا التخرج لنعمة تستحق الحمد وتلتزم الشكر لله تعالى، فعليه أقول الحمد لله كثيرا كما يليق بجلاله وعظمته، وأسأله زيادة الفضل والمنة وسعة العلم والرزق والبركة منه لنا. وبعد تقديم الحمد والتسليم على المشايخ وزملاء الطلبة، ولدي مقالة قصيرة أود أن ألقيها على مسامعكم حول أهمية طلب العلم الشرعي، تذكيرا لنفسي ولكم أن نشد أزرنا ونعلم أن طلب مواصلة العلم
لا ينتهي بالتخرج في الثانوية بل يستأنف إلى نهاية العمر، ولنجدد نيتنا ولنعرف أننا نطلب أفضل وأمثل وأجود المطلوب في الدنيا والآخرة. العلم وطلبه عبادة لا شك، بل هو أفضل العبادات. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن رزقك الله الفقه في دينه فاعلم أن الله قد من عليك خيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. من فضائل العلم وطلبه: أولا، العلم طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. ثانيا، العلم يبقى أثره للإنسان حيا وميتا، فيخلد ذكره عند الورى وإن كان تحت التراب مدفونا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وفي الختام: إنه لا يسعني مغادرة المنبر وتسليم الميكروفون الممرمج إلا بعد أن أشكر وأخصص وأفرد التحية لأساتذنا الكرماء والفضلاء والنصحاء الصادقون في نصائحهم الجهابذة الذين لم يقصرون أبدا وفي واجباتهم تجاه الطلاب. وكذلك أخصص الشكر والتقدير على والدي العزيز الذي ساندني طوال حياتي ولم يقصر ولم يبخل علي أبدا. أسأل الله أن يطيل عمره. السلام. تكبير. أفرك بعد بافود غامو دو بافا كانوا كو امريكان ايكافا ونيال على كل حال بافود ميجي لا باكي افري من كان ديام دولم كو كا الجي كاتنتو انين كسلكي دا صلى الله عليه وسلم انين كا كرمول تندو كا كفنيول تندو على بند من نور ما ورغال من يالون كو أفاما كتابا ما مني ألونكو ولا أفاسا هو أبدا غير ون كتابو غير تل أقولكم عندي أي شيء. إذا شكرا لك يا توري كوندا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا خير الجزاء. يا كبارو دينا كو إنغرابة دامينرو بروبان بنو ما سان تالبون مني ألونكو بسيرين يسيرون داون الفو سيد لا لا يسيج إن شاء الله بنو ما سان تالبون مني بسيرين يكادو كي يسيد لا دي لون تام الله لندام بنيات الجوات وواتي. نعم، أستاذ كمان هو ولا بحديث ورو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن طيفا. وتو لندام بنيا نم مولاتا على لاني لاكرا أيندا لندام بنيا لو تو ألينا كتانا لندام بنيا إن شاء الله تعالى. ساي مدات ألبو من دوا مدام مسول لكارو لحن ساي مدات ما ولهم أمو Rose Jamie, Meta Umulodo, Umulu Modime Alabama Speed Dila, Inshallah Ta'ala, Falta Hazalia, Mashkura. Bafore Balandim Badi Buddha, Balandim Badi Mafa, Otobadi Kumpola Mama, Umu Rose Jambe, Abaraka Baki Jambe, Batin Lambajaila. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بمشيئته الذي له الخلق والملك وبيده الإفلاك والإنصاف الذي أنشأ اللوح والقلم
وعلم الإنسان ما لم يعلم، ووهب له الأكل الكامل والفهم والإدراك. له الحمد وهو الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في ليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. والسلام والسلام على جار الحمام نبي السلام كبر الكونين وأعظم الثقلين، جد الحسن والحسين أعظم الخلق خشية لربه تعظيما له وتجليلا. يا رب صل على المختار أحمدنا في كل وقت بلا حصر ولا عدد. أما بعد، فأهدي تهية أنت وأطيب من نوافذ الوصول إلى سراجة الحاضرين قائلة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة مدير المعهد، أساتذة الأجلاء، إخواني الطلبة، الآباء والأمهات، أيها الحفل الكريم، اسمعوا لي في هذه اللحظة، أنا عجولة وعتوفة لأبعث في بطون كتب اللغة العملاقة عن جمال حفلتنا، غير أنني تجاوزت في قاموسي فلم أجد كلمة تناسب أفضلي إلا كلمة مدح وثناء، وأقول بلسان صادق جميل شكرا لك يا معهدي، شكرا لكم يا أساتذتي. إنه لغاية مسرة لي أن أقف أمام هذه الأباطرة المباركة مبدعة بكلمات فراقية. الفراق وما أدراك ما الفراق، إنها كلمة تشمل غرف الهدائية الثقيلة، وهي تتكون من الفاء والراء والقاف، وقد وصفتها بالعصفور الذي عاد وناقة وسوى في وادي البهجة والسرور. ومرحبا بك يا خير الموصوف في مقالات الطلبة. أيها المستمعون، فهذا اليوم في قلب عتبة من عتبات الوداع التاريخية، أحمل شيئا في جعبتي من العلم والمعرفة والثقافة والعدد، بعدما عجبني وثقفني أساتذتي، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذه الساعة العلمية مزدانة هي مع تقادم الظهور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبارك باك أم جنبي أبارك أهلين سعين مول مناكم ناكرموكا الأستاذ أحمد جاتا مدير مدرسة كوري الإسلامي أفنان بلافرانا كوري الإسلامي مكرمول دي ميالوم وللك بنو ماساني بالوندي وللك سبلاي نالفادول فنان جمالي يالوم كوي فنانا kabona farabanyul to so ani ahmad yahya bemba sisela ulul alfana ngeli dan sainde futata bebe bismillah la ani lunta wolunta na futata janga minto fo mamento fo balbe bismillah la ani be na karmo bado fana dafi alamin dafi me yalon ko atel ni chef fore sisela ranyola akalam da gwa de fana mu gundu masantal boltinu waati janna men yalon ko tambide jam e kata karam la bam mahri l'islami bitalindi bebe bismillah la jam ba folay ko marhaban bikum docteur al ustaz danjo al amin salim danjo afanam bi jam ba afanam bismillah la muhadirul mati jamiat al ihsan dawlatu gambia bebe bismillah jam alim moko to men yalon be ma beta ba folal ye ahla wa sahlan wa marhaban bikum atemela kutike Dr. Usman Muhammad Bashir Kamara me yalon ko atelemo na lunda mbunyar motembe diamu la kafoto yala samba be futala odum ba fana bismillah la ba fana Dr. ahla wa sahlan wa marhaba shukran lakum jazakumullah khairan ma dilna dawasal ma tullah hani sa me kon je kan en talbul men yalon ko wala jida Mesdames et Messieurs, Ibrahim Moro Tiana. Ibrahim Moro Tiana, Atelam Modimi Alongo, Atelam Danala, Makala Karana, Inshallah, Taala, Philip Hazel Mashkura. Ana Hakim Shuara of Iran, the Kulia. Ana Mahadi Kundu Kamasan, Mazi.
وأعوذ على درب الحكومة أنني أنا حاكم في الشعر من كان سائما. سلامي عليكم على فخر المعاهد، سلامي عليكم على ما سان معهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جلت نعمه تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلكل آت قريب. إخوة الحدود، أحبائي الطلبة، لست أدري بأي من الأمرين أتظاهر به أمامكم. أبفرح هذه اللحظة التاريخية المنتظرة أم بألم حزن يوم الفراق؟ لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. الفراق وما أدراك ما الفراق؟ شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي. لن تبلغ المعشار من حقيهما شرق الشباب وفرقة الأحباب. الفراق هي الكلمة التي تفتي قلوب المحبين عند سماعها، وإنا لمنقلبون على ذلك اليوم، يوم فراق ما عدنا العريق ما حد جند ما ساني. ولو كان لساني يطيق التعبير عما بداخلي لفعل، لكن هيهات هيهات. إن اللسان العاجز اليوم عن التعبير، فنكتفي بذكر هذه الكلمة المفجعة ألا وهي الفراق. ومن يدري أمن لقاء آخر بعد هذا الفراق. يا معهدي فلتعلم أني لا ولن أفارقك ما دمت أتنفس، وإنما أفارق الزي فحسب. وإن فارقتك جسدا فقلبي سيبقى معك أبدا الدهر، فعيناي تدمعاني وقلبي يحسن كل يوم وليلة، ولكنه هو القدر لا مرد له. ولمناسبة ذلك أقول هذه الكلمات الشعرية تلبية لداء الشعوب. قلت في صدرها: دعوني مبينا ما أعانيه إخوتي، على جمرة والحزن قد سار مرقدي، على فرقة الأحباب سالت مدامعي، وقلبي حزين من فراق منكر، ودمي سكوب كل يوم وليلة. يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، أفارق أصحابي وكل مشايخي، فكيف أصبر عن فراق معبد. خليلي لا أدري إذا جد بيننا، متى نلتقي في ساحة العلم في غد. وداعا لأحباب الكرام جميعكم، وداعا لما ساني، وداعا لما هدي. فهذا مقال من أخيكم وطالبي، فألبست اسمي محكم الشام فيه. أخوكم إبراهيم تيانا، من كان يجهلني إني لحاكمكم. اسمي تيانا فألبسي لأطردتي، قد صرت حاكمكم مذ أن وصلت هنا، شعرا ألاهده والنثر مكتبتي، كل على قدره في المدح متصل، إني على قدر ما قد جاء في سمتي. أبارك باك تيانا إيه باري مولو جنين ساسكو دي منا. ما أدهك وأبقى وهو رب الشعر، لا يحمد على مكروههم سوى، أحمده حمدا يليق بجلالته وعظمته. ثم الصلاة والسلام على خير البرية أحمد الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه أهل العلم والفضل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث وبعد. بعد البسملة والحمدلة والاستعاذة، أسقي إليكم أيها الجمع القريب فردا فردا تهية مباركة ممزوجة بقطرات الهز والهب، ممزوجة بقطرات الهز والمحبة، قائلة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بتخرجنا في معهد بنوم مسان الإسلام. أبتدئ كلماتي بإهداء وتقديم الشكر والإرفان إلى حضرة أساتذتي ومشايخي أصحاب المقامات الرفيعة على موقفهم النبيل تجاهنا من تعليم وتأديب وتأديب لنكون أملا وقدوة حسنة للأجيال القادمة. فشكري موصول إليهم في كل زمان ومكان وهو واجب علينا تجاههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وكما لا أنسى قبل مفارقة هذا المكان أن أتوجه بالشكر والإرفان إلى زملائي الطلبة عموما والخريجين والخريجات خصوصا الذين كانوا لي سندا وقدوة حسنة في طريق التعلم طيلة هذه الأوام وكانوا لي كجناحي الطاهر يوازي بهما في الهواء لئلا يسقط على الأرض مهما تفرقنا اليوم وتفرقت الأبدان والأجسام فإن ذكراكم ساكنة في قلبي كلما دعاك بملوان والأيام. فأنتم كنتم بلسما ومرحما لجروح قلبي. أيمكن العيش بدون قبال هذا التدلل والألفة؟ فأطلب منكم مسامعة على كل ما صدر مني إليكم من خدير أو أخوة وأنا أسامعكم. والسلام كتاب أختكم في الله خديجة سيكسا. تكبير. أبارك باك خديجة أبارك باك نانيم برنامج فنان نيمل لفتيا جيبي اديما يا انجوي اسيتانو جي ام سي سي تي في ان ميديا عربي سكول لا كول جماعه دي بي كترجيلي عباده كان نادو ني مور ني تراج ان شاء الله ابابي جيبي لا لي ادت نيامين فابان نيامين ورو مور ني ني امور نا جي ام سي سي ميديا ان تي في ibenin programo tradjele ala baraka bake woto mbafala general musae abaraka bake kan na programo be bondi la tv to abaraka assalamu alaikum ko ko sanji a honyame ni data youtube channel woto ibata daje gmcc tv abijele ko ndol bijele ani fenyama ba bijele general musa ala channel o yindo so ani programo be tradje bi awni allah taala. حتى الآن ندعو الطلاب وإننا الحسين كيمو كوندي الحسين كيمو كوندي الرئيس الحسين كيمو كوندي الحسين مولو مي ألونغو إذا مفلانيو لدي بيبي غريبي الفلي أنا أفلانيو ni a nyaka ma wole siara de wole a flaminyo ya nyaka me al hasan kemo konde ya manu la fo ibina jiga al hasan mama ka so parasinalo jam ay nalo ada al hasan senalo jam ngatele ke du mat alon sarala ka ke dinu flaminyo ha al hasan felendi ni no flaminyo mat wole min ya lonko isobe ya dakra la bakela ميلانو ميلانو yo al hussein kaliyalo nyamin adibole mati jama jama nin fintin dobe ke ga wado minna uda bawol be ga ben gambia ko nojan undum masal ka fanan tombo buraita kaloyeje ka fintiyeje ado anin natijal kana me yalon ko sahayata bage o tombe hussein tendu la bage ana moño be ba falale ahla wa sahla wa marhaban ba fala o kuba mudiro ya nala delegation o be al bismillah undum masal ja الله كرم بخمي يا لونكو اتولل كابلوندي الله بركه
alors c'est atam la classe plus plus étoti gamé ka fay raïs mu arab kan so classe ni atam ta classe la every time ka bla goro be sousa alinga oustad koumani ni mi yalo wolé béjé waté waté so molo mi yalo ko sangul fan ka passé a boulé comme ala sobé a kam ko do be hussein ten dawla le microphone di ala fa la tafadal mashkour ala ko kilim da koma yow tu jéné ala la bari bu ngaya ñaw ñara dé karamu ni fu la jàn droit ka fa né ni be grammairien wo ñinin ka kam té ka ala hussein né ñinin ka ni amé grammairien kamo ka kis kis ka bir lan né añan da la ñabe ba la hussein bi ñu podi yo momu dal dé mara fa ki nga ñor ñabu dama shihabuna ha'ana ma sana najbuhum shihabuna ha'ana ma sana najbuhum malazuna ha'ana fi majlis al-adab a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-hayy al-baqi alladhi adaa nuruhu al-afaq wa razaqa al-mu'minina husna al-akhlaq وتجلت بهم رحمته إذا بلغت أرواحهم افتراق أحمده تبارك وتعالى وأستعينه على الصعاب والمشاق وأعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق وأشهد أن لا إله إلا هو القوي الرزاق وأشهد أن سيدنا محمدا متمم مكارم الأخلاق خير من صلى وصام ودب وركب البراق وترك فينا ما إن تمسكنا به علمنا أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعقب العشي الإشراق تكبير وأمام القمر متنقلا إلى التمام وإلى المحاق عليكم سلام من أديب رئيسكم عليكم سلام من أديب رئيسكم فهيوا سلامي يا كواكب معهد وبعد فأتورد بإلقاء القيل وبعد فأتورد بإلقاء القيل ومن أصدق من الشعراء مني قيلا لقد أطرب قلبي إذاء مناقب أساتذتي الشموس فهم شموس غير أنهم إذا طلعوا يختفي ضوء الشمس لماذا؟ لأن الله رفعهم مكانا عليا ألم تر أن أساتذتي لكرمهم يتعجب لهم من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ومن يكرم الله فما له من مهين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لولا الله ثم أساتذتي لكنت نسيا منسيا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات شكري لأساتذتي ولذا لمعت قرضا حدوثيا وكل فيه أخذت يراعي بالأنامل مطربة أخذت يراعي بالأنامل مطربة لأملي من الأشعار مدحا طوائلا دعوني أكتب باليمين قصيدة لأملها فيها هؤلاء الفطاحلة وقلت لأفكاري فهيا تجلجل لتذكر في التاريخ قوما جلائلا وحجري وأفكاري ولو وتعجزوا وملوا وفاء الشكر إذ كان طائلا وفضوهم ذا تكبر مكرما وفضوهم ذا تكبر مكرما من الغيظ لا أحصي لذاك فضائلا أساتذتي بالعلم والعز كالسبب إلى ذروة عليا فصاروا أفاضلا بهم قد علونا ثم صرنا عباقرة بهم قد عرفنا فعلهم والمفاعلة بجاه مديري بسيط هو الجليل لطيف الخلق والخلق أستاذ دنيو نبيل صادق الكلم نورت معهدنا كالنجم في شهب أنت الكريم كريم الأصل والشيم أنت هو المداهي مع الطلاب يألفه حبا شديدا وحبا شجب الكرم دنيو لأكثر لي حبا مشوقة
لن ولا أكثر لي حبا بلا وهم بقلم شاعر بطبعه لا بثقافته بكلم شاعر بطبعه لا بثقافته أنا الحسين بن كيم وكنت منتصبا أنا الحسين بن كيم وكنت منتصبا فصيبا ولقبي ما سان مدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله أنا لفهم مدهون يا جوانيا وما كما دي هذا أفوتا أفوتا لا دا لا دا لا دا بارك الله بارك الله فيك الحسين كونتي جزاك الله خير الجزاء نيوبو دجي كومي نيابانا نيامن الفا با فدنا ميا لونكو دكتور عثمان محمد بشير كامارا ادل مدير جامعه حكمه مدير جامعه حكمه افرنا نمباجه ما بسم الله باك اتلمو كيف جس فونوتي اتلمو نلون تمباتي جام اتلف فدنا نجي ميا لونكو دكتور عثمان محمد بشير كامارا استاذ بشير كامارا ميالون موبيالون ادينكيولون الحمد لله مليس كومان ديلا الشاعر العريف فليرحبه بيتيمه فليتفضل ليث نعم فليرحبه بهذه القصيده في غنبيا جنه الشعراء قاطبه ما ساننا روضة الأدباء في البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة رائية على بحر الكامل وهي ذكر لبعض صفات ضيف الشرف المحدث الدولة العلامة الفذ الحاذق المتفنن البحر العميق الخنديد الكبير فائق أقرانه وفريد زمانه معالي فضيلة الدكتور عثمان محمد بشير كامارا حفظه الله وطول بقاءه قلت في صدرها لله در الشيخ فارس زاهر حاوي المكارم كابرا عن كابري نجل لشيخ عالم متواضع متدين بلق الفقيه النادر السيد السند المعظم قدره أحد الدكاترة الذكي الماهر علامة فهامة دراكة نسابة مرآة كل معاصر مولى التقدم والتكرم والندى والانشراح طليق وجه الناظر مولى التنسك والتمسك بالهدى في نصره الدين الحنيف الطاهر شيخ رئيس القوم سابق جنسه في كل بر والنوال الباهر شيخ رئيس القوم سابق جنسه في كل بر والنوال الباهر من كان للمرضى دواء شافيا بل صار للصادي كغيث ماطر نفع الورى في رحلة وإقامة لله رب العالمين الغافر في غينيا بيساو سنغال بل في المملكة في مرتني في غينيا بيساو سنغال بل في المملكة في مرتني غامبيا ذوات مفاخير خيراته فاقت ترابا كثرة أخلاقه كنسيم صبح باكر الغيث يمطر باكيا لكنه يعطي ويضحك يا لنجم زاهر يا نعم دكتور يشار إليه في خلق وفي خلق وعلم وافر هو سيد لرئيس جامعة سمت الحكمة سنغم بذات مظاهر هي ملتقى العلماء والأدباء والخبراء والرؤساء كنوز ذخائر هي مركز الخيرات والبركات أم المستفيد وللمفيد الحاضر يا خادم العلم الشريف وأهله يا هادم الجهل المضل الضائر يا خادم القرآن والسنن التي فيها هدى الله العلي الفاطر يا حبنا دكتورنا عثماننا مصباح نورك حائز لمآثر يا عدتي يا بغيتي مدوا يديكم نحو شيخ الباهر يا عمدتي يا بغيتي مدوا يديكم نحو شيخ الباهر
كم من ضعيف قد أتاكم لحظة فغدا قويا معجبا لنواظري وأنا منهم. كم من ضعيف قد أتاكم لحظة فغدا قويا معجبا لنواظري إذ نحن زرع أنت مطر لا مرى يا فائض الأنوار نجل الطاهري. الله يقبل سعيكم ويفيكم من كل سوء باطن أو ظاهري. الله يرفعكم إلى أوج العلا بالظفر والنصر العميم القاهري. هذه القصيدة من أديب شاعر ليث الليوث وبهجة لجماهيري. يا رب صل على النبي وآله وصحابه الفضلاء أهل بصائري. ليث الشعراء وما أدراك ما الليث. ألم تعلموا أني أنا الليث فاخرا وأن أبي حسان فارس دولتي. لنا المجد في كل البلاد وحوله أخي عبد الرحمن لشاعر دولتي. أنا الليث في هذا الزمان وأفتخر أنا الليث ليث الشعر شاعر دولتي. ما شاء الله مالهم مدي أمورة لجمع الله فسوكولا لما ولا كمن جاي أي من بيه فندل لنا مهنيولا bari ninga ko resi ngalon ko efimo fempo e docteur Ousmane Lakoto abeda satale ay men tuje wala siyata docteur Ousmane momem be jang be jama yalon ni mole me yalon ko ya fon kanyam baake abe mole ko no me yalon jim banko la lon na balu men yalon ko e ye londo nyining adun ala ye de mafana ye die taaje le fanan ari bado ko ndikan bari wo man teren ka dun ko na alfa ba wole ma famati الشيخ محمد بشير كمارا رحمه الله رحمة واسعة علما نيمون كفرو كلاي مي يالون كو اتلم نون غامبي اسلاميك يونيون بريسيدانتي غامبي اسلاميك نيوم مي يالون كو بوندو ما سان مو كرام مون كليناتي و كرام مول كوتو كي با مي يالون كو بيرا ناتا ايا لا بادو بيكي كران درولتي انين كامول كومان غادين كامول توباتو والحمد لله نانا تاني موسيفال بوندي ومن تيرين بافلا دكتوري بارك الله فيك اني نانيول بي نيابي علي كمارا نيولا اني مصطفى نيولو اني موكتو من يالو يفرد جان سابقان من يالو نقوي بيمو ناولولا ناكولولا شيخ محمد بشير كمارا لديمبا للجي بافلا لي مرحبا بكم في ماهد بن ماسان الاسلامي يمبي ومال تالتي على بركه.